إذا عرفت مرتك مجوز عليها بالسر برأيك شو بتعمل؟ تغتصبني أكيد. تعمل؟ تغتصبني أكيد. أكيد مليون بالمية. طلقك؟ أكيد. وأنت ليه عم بتخونها طالما عندك؟ ليش تجوزت عليها طالما عندك قمر بالبيت وست مرتب؟ خون أنا يا خيي. ما أنت تجوزت عليها؟ لا ما تجوزت أنا، أنت قلت إذا. قلت إذا. أنا قلت إذا إيه، قلت إذا بس إنه أنت لازم تتجوز عليها. لا ما بتجوز عليها أكيد. ما بتتجوز. لا أعوذ بالله. بس إحنا قلنا إذا عرفت برأيك شو بتعمل؟ تغتصبني. يعني انت مجوز عليها؟ لا يا خيي ما مجوز. انت اللي عم بتقول ما انا. اموتك تبلينا انت. مين اللي قال؟ انتوا عم تحضرونا. انا الليلة قلت له اذا عرفت مرتك مجوز عليها شو بتعمل؟ سمعتوا شو قال لي؟ شو بتعمل؟ تغتصبني. يعني مجوز عليها. مدام. مدام. مدام فتشي بالارشيف انا نصيحة مني ها. سمعتوا شو قال لي هو؟ اذا عرفتي جوزك مجوز عليكي بالسر شو بتعملي؟ ببطل جوزة. شو؟ خلص بوديه عند يا بيي. لوين لوين؟ لوين بتوديه؟ عند ربنا. يا بيي. لا 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 لحظة، أنت فاهمين الموضوع غلط. أنا قلت لك إذا عرفتي جوزك مجوز بالسر. إيه ببطل جوزة. آه ببطل. يا لطيف. لهالدرجة مدام؟ ليك أنا برجع بقول لكم ديروا بالكم أنتوا رجال يا لطيف. خيي كل الناس بين نفس الشيء، شو بيختلف؟ بالعكس في ستات الواحد بيبقى عنده بالبيت تفتح القلب بالقليل بتهتم فيك يا مجنون، اوعك حدا يتجوز عليهم. كيفني معك؟ تمام. 100 دولار وين ال 100 دولار؟ يلا عروس مبروك. لا الله يبارك فيك. بدي اسالك سؤال، اذا عرفتي انه عريسك مجوز عليك بالسر ومش مخبرك شو بتعملي؟ بقتله. يا 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 شو عم تحكي؟ ممنوع. ممنوع يتجوز عليك؟ لا ممنوع اكيد. ممنوع. حلو عنده قمر. وحياة الله شو بدي احكي؟ ما هن اصلا ما بيخلوني احكي. سمعتوا شو قالت؟ عنده امر، هي امر بالفعل. رح نسال عريسه. يلا يا عريس، هيك هيك هي ردت هيك هذا الجواب انه بتقتلك. اذا عرفت عروستك مجوز عليها شو بتعمل؟ بهرب. تهرب؟ لوين؟ والله الله بيخدني. لك ما بتضلك معي يعني؟ صراحه بهرب. بس ليك شو بكون في صدمه؟ أكيد في صدمة. في صدمة. إذا عرفت عروستك إنه أنت مجوز عليها بالسر، برأيك شو بتعمل بس تعرف هالموضوع؟ مين بعتك علي أنت؟ أقل شيء مش تقوصني حتى حتشويني شوي. يا لطيف. محسومة يا كبير. بتضلك بالبيت؟ أي مفل من البيت ما برجع إذا عرفت. ما بتقلم. بتفوتني بالحيطان. هلا السؤال للعروس، يا عروس إذا عرفتي جوزك يعني عريسك مجوز عليك بالسر وعنده ولد شو بتعملي؟ وعنده ولد ماشي بقتله وبخلي مرته تربي الولد تتعذب فيه انا بعيش حياتي. قصدي بيصير لك شيء بتنصدمي؟ لا بدي انصدم. لا ما بنصدم. ما بتنصدم؟ لا لا ما بتقويكم. شفتوا النساء هي عروس عم بتقويكم، كونوا قوايا بجوا الرجال. اوعك تعملها. لا يا خيي ما في، ما بسترجي يا كبير اعوذ بالله. انا بدي اقول الله يهنيكم، انا انبسطت فيكم، ان شاء الله بتشوفوا ايام حلوه. اذا عرفتي جوزك مجوز عليكي بالسر تفاجأتي بالهيك اوف مجوز علي شو بتعملي؟ في حال تجوز علي. لا اذا عرفتي مجوز عليكي بالسر مش في حال، ركزي. في حال ايه؟ لا مجوز عليكي بالسر. الله والنبي معه. اه بس هاي اكيد الله والنبي معه، لو انا بكون تركته. انت بتتركيه؟ اكيد لك. بتطلقيه خلص شو؟ اكيد لا. يعني بدي اسالك سؤال، قالوا يعني بتيجي بتاخذونا من بيت اهالينا صبايا حلوين وبنجيب لكم اولاد وما من لب لل، اذا كنت مريض بتيجي بتجوز علينا بالسر؟ ممنوع. ممنوع صح؟ لا ما في شيء ممنوع. انا ما بجبر حدا يبقى مع حدا. بس خلص بيحل عن النبي معه. الله والنبي. اكيد الله والنبي معه. الله والنبي. اذا عرفت مدامتك مجوز بالسر عليها برايك شو بتعمل؟ ما بتعمل شيء. شو ما بتعمل شيء؟ بروح عن بيت اهلها. وين؟ عن بيت اهلها. اوف لهالدرجة استغنيت عنا كرامة مرتك الجديدة؟ ما انا ما تجوزت عليها الا لانه نقدي. لانه نقدي. اللي مجوزها بالسر برجع بجيبها بحطها بالبيت. مطرحها. هايلي جدا. يعني انت هلا انت عم بتقلي انه مرة النقدية لازم هيك يصير فيها. 100%. والا انا ما خصني، هو عم بيحكي صح. بتعرفوا ليه؟ انتوا بدل ما تكوني نقديه معه يروح يطلع بغيرك، خليكي معه وحنينه ويا قلبه ويا روحه ويا عمره، ما بتجوز عليكي. 100%. صح؟ صح. اذا عرفت مرتك مجوز عليها بالسر شو بتعمل؟ اساسا انا ماني مجوز بالسر، بس بتجوز بالسر. اذا عرفت عمول
اذا عرفت هي شو بتعمل؟ بتطلق؟ ماني مجوز بس قصدي بتطلب الطلاق هي؟ اكيد بتطلب الطلاق. شو بتعمل فيك؟ شو بتعمل؟ ما بتعمل شيء. ما بتعمل شيء. هيدا رايك؟ طب وانت ليش جوزت علي بالسر؟ ماني مجوز بس. انت مش مجوز علي بالسر؟ بس طلقتني ساعتها بس ماني مجوز. بس افترضنا شو بتعمل؟ يعني بتخاني؟ لا انا صريح. انا بس بدي اتجوز عمرتي بتجوز عمرتي. بقول انا بدي اتجوز عليك بس ما في شيء سر. انا مدام دخيلك انا بعرف انه الزلمه طيب قلبه طيب وديري بالك عليها مشان ما يتجوز عليك. الرجال ما له امان. اذا عرفت مدامتي انا مجوز عليا بالسر يعني شو هالسؤال؟ بختفي عن الوجود ما بقى ببين. شو رايكم بتتفني؟ اوكي انا بكون السبب. يعطيكم العافيه.